فيديو إباحي لابنة هند القحطاني يغضب الجمهور، كشفت عن صدرها بطريقة غير أخلاقية. يا الله ما هذا وانت ذاكرتي. أطلت رؤى ابنة الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي هند القحطاني في فيديو برفقة حبيبة شقيقها، وصفه البعض من المتابعين بالإباحي، إذ ظهرتا وهما كاشفتان عن صدرهما في الشارع دون أي خجل، وهذا ما عرضها لهجوم من قبل رواد مواقع التواصل، إذ كتب أحدهم قائلا: بكرة منشوف ممثله، استغفر الله العظيم. وكانت قد شاركت سابقا مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني مقطع فيديو برفقة ابنها معاذ ظهرت فيه شبه عارية كما وصفها المتابعون. وفي التفاصيل، فقد تعرضت هند القحطاني إلى هجوم حاد من الجمهور السعودي بسبب فيديو ظهرت فيه وهي تأكل من فم ابنها الشاب، مع حركات وصفها المتابعون بالإغراء وكلمات خادشة للحياء، كما انتقدها البعض على فستانها الذي كشف جزء كبير من جسدها. ومع انتشار الفيديو علقت إحداهن قائلة: والله يا هند القحطاني أنا ما شفت أوسخ منها، سلامات، كيف تعطي ولدها يأكل وراها وتحرجه؟ أنا الدغبست. لمسيني هنا لمعة أبغى أشيلها. وفي السياق نفسه، كانت قد تعرضت سابقا الفاشينيستا السعودية هند القحطاني لهجوم واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي إثر ظهورها مع ابنتها رؤى في مقطع مصور خلال تغزلها بها، بعدما اعتبر المتابعون أن ملابس الأخيرة أقل حشمة من ملابس صديقاتها اللاتي ظهرن معها في الفيديو. وأطلت رؤى بثياب قصيرة، فتوجهت لها والدتها بالقول: إيش الحركات هذه، كبرنا؟ وتابعت: تبدين رائعة، جميلة جميلة. وتابعت: تبدين رائعة، جميلة جميلة، فديتها بنتي، الله يسعدهم، قديش بحب البنات. وأطلت ابنة القحطاني في لقطة أخرى خلال مشادة مع صديقها على السترة التي يرتديها. شايفة؟ شو أنا سويت؟ وهاجمت هند القحطاني المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من مرة منتقدي ملابس ابنتها، إذ قالت في تصريحات سابقة: صحصحوا يا مرضى، يا مختلين، يا بقايا الصحوة، يا أصحاب الفكر الإخوانجي، أجسامنا ليست بعورة ولا نستحي من أجسامنا. وأضافت: أنتم إيش تبغون بالضبط؟ تبغونا يعني نقص لحومنا وشحومنا عشان نصير مثل المساطر عشان نرضيكم؟ يعني لما تصير أجسامنا مثل المسطرة تصبح ليست بعورة، لكن إذا كانت أجسامنا أنثوية لا، وقتها أي حركة نسويها تحسب علينا، أننا نقصد فيها إثارة الفتنة وإثارة الغرائز. نودتكم طلت عليكم بعد غياب 4 شهور بالتمام. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.